حافظ خير الكتب أسمعنا هدي القلب اقرأ من مصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي كلمات قرآنية في لهجات يمنية لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى لهجة وقراءة. سنتحدث اليوم في هذه الحلقة عن معنى شعف وشغف في اللهجة اليمنية والقراءات القرآنية، وكذلك عن قبض وقبص. شغف وشعف، يقول المولى تبارك وتعالى في سورة يوسف وفي قصة يوسف: قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ومعنى شغفها حبا، وصل حب يوسف إلى شغاف قلبها حتى غلب على قلبها. وشغاف القلب حجابه وغلافه الذي هو فيه. وإياه عنا النابغة الذبياني الشاعر قال: وقد حال هم دون ذلك داخل شغاف تبتغيه الأصابع. الشعف مأخوذ من شعف الجبل، وشعفه كل شيء أعلاه، والجمع شعف. والشغف شدة الحب، أما الشعف فهو الذعر، ومنه شعف الدابة حين تذعر. ثم نقله العرب من الدواب إلى الناس، وشبهت لوعة الحب وجواه بذلك. أو الشغف بالغين المعجمة حب، والشعف بالعين غير المعجمة جنون. والشغاف الجلدة اللاصقة بالقلب التي لا ترى، فلصق حبه بحبها كلصوق الجلدة في القلب. أما في اللهجة اليمنية فمعنى شعف يشعف، تقال هذه الكلمة في وصف الماشية الشاردة، فيقولون الغنمة شاعف. هذه اللهجة هي من لهجة المواصل. وكذلك غنمة شعوف أو ثور شعوف على وزن فعول، وثور شاعف وثور مشعوف. ويقال للإنسان إن كان لا يختلط مع الناس ويحب العزلة فلان شاعف. وفي لهجة المواصب أيضا يقال فلانة شعفت الثوم، أي كرهته. وعند حمل المرأة يقول فلانة شعفت زوجها، بمعنى لا تطيقه في فترة حملها. لهجة وقراءة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. لهجة وقراءة. وفي القراءة القرآنية يقول الله سبحانه وتعالى: قد شغفها حبا. قرأ الحسن البصري، وهي من القراءات الشاذة، قد شعفها حبا بإبداد الغين عينا. والمعنى على هذه القراءة: ذهب الحب بها كل مذهب، على قراءة القراءة المتواترة. إذن شغف وشعف هي شغف القراءة المتواترة، وشعف هي القراءة الشاذة. وذكرنا أن لها استخدامات
في كثير من مناطق اليمن، وذكرنا نموذج للهجة المستخدمة في لهجة المواسط وهي قراءة قرآنية، بمعنى وإن كانت شاذة فهي فصيحة ومن صميم اللغة العربية. أما لفظ القبص في اللغة هو التناول بأطراف الأصابع وهو دون القبض، والفرق بين القبص والقبض أن القبض بجميع الكف والقبص بأطراف الأصابع. وقد قرأ الحسن البصري، وهي أيضا من القراءات الشاذة، قرأ الحسن البصري وابن مسعود وأبي بن كعب: فقبصت قبصة من أثر الرسول، قرأها بالصاد مكان الضاد. وهذه الكلمة تستخدم في لهجاتنا وفي لهجة المواسط أيضا والشمايتين. فالقبص كما ذكرنا هو التناول بأطراف الأصابع للشيء اليسير من الملح والطحين أو غيره، كأن تقول الأم لابنتها: هاتي قبصة ملح، يعني برأس الأصابع، أو زيدي العجين قبصة طحين. إذن ما سمعناه من لفظ شعف وشاعف ومشعوف هي لهجة يمنية وقراءة قرآنية، وإن كانت شاذة إلا أنها فصيحة. وكذلك ما نسمعه من قولهم قبص أو قبض هي من القراءة الشاذة أيضا، وهي لغة من اللغات الفصيحة، سواء يعني بالصاد أما الضاد فهي من المتواترة: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حافظ خير الكتب أسمعنا هدي القلب، اقرأ من مصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي، كلمات قرآنية في لهجات يمنية، لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية. لهجة وقراءة.